سيما الشدياق وجدي الطوال من طلبة المعهد الإكليريكي في بيت جالة شماساً إنجيلياً، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. رسامة شماسية إنجيلية جديدة للشدياق وجدي معين طوال من مادبة في الأردن، منحت له من قبل المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية، وذلك بوضع يدي وصلات التكريس للمدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا. شاركه عدد من الكهنة أتوا للمشاركة بالرسامة من الأراضي المقدسة والأردن. فها هو الشماس وجدي الذي قدم نفسه لمذبح الرب وخدمة الكنيسة، والذي اختار النداء الذي استقر في قلبه والذي يقول: لك يا يسوع إن كنت تريده فأنا أريده أيضا. وكانت كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة قد امتلأت بالكهنة والشمامسة والراهبات، ووالدة الشماس التي شاركت ابنها فرحته بنيله هذه الرتبة، والمؤمنين والمشاركين الذين رسمت الفرحة على وجوههم. ابتدأ القداس بدخول الموكب وسط تراتيل الجوقة، وبعد طلبة جميع القديسين حيث استلقى الشماس بوجهه على الأرض وصلاة التكريس ووضع يد المدبر على رأسه. بعدها قام الإشبين الأب عماد طوال بتلبيسه البطرشيل والدلماتيكا وسط أجواء من الفرح والزغاريت لحصوله على هذه الرتبة. ها هي دمعة الأم تذرف بفرحتها لأن تهب ابنها لخدمة الكنيسة، وها هو الخادم الجديد في مذابح الرب الذي يستعد الآن لحصوله على رتبة الكهنوت المقدس. بعد القداس توجه الجميع لتقديم التهاني في قاعات المعهد الإكليريكي بأجواء من الفرح والابتهاج لهذا الشاب الذي وهب نفسه وذاته وحياته لخدمة الكنيسة. كثير كبيرة، شكرا لكل شخص حضر معنا وشكرا لكل شخص صلى لنا. نعم كبير إن شاء الله نكون قد المسؤولية، وربنا يكون دائما موجود معنا ويرسل دائما عمل الصالحين لأرضه ووطنه. أنا كثير مبسوطة له لأنه هاي طريقه اللي هو بيختارها، وأكيد اللي بيختار ربنا ما راح يندم بحياته، وبشكر ربي كثير على أنه سهل له ومشيت الأمور، ونشكر الله ارتسم، وإن شاء الله أشوفه بالكنيسة عم بيقدس وعم بيعمل الإفخارستية. هاي أكتر فرحة إلي لأني أنا حاسة إنه هاد شعور ابني. نشكر الله على كل شيء. فرحة كبيرة في رسامة شماسية لشماس وجدي طوال من رعية مادبة. هاي الرعية اللي أعطتنا كتير في هذا الأحد اللي نتذكر يوحنا المعمدان وأهمية رسالته الارتداد والتوبة. ربنا أرسلنا خادم جديد على مذبح الرب للبطريركية اللاتينية كشماس، وهو يخدم الكنيسة جمعاء ويذكر دائما بأهمية التوبة. ولذلك اليوم فرحتنا كتير كبيرة. نشكر فضائية نورسات، نشكر كل اللي بيشاهدونا، ونتمنى لكم عيد سعيد وربنا يحميكم دائما. اليوم تفرح البطركية بميلاد خادم جديد
شماس وجدي طوال. وفي هذا اليوم اللي ربنا بينعم علينا فيه بالمطر إن شاء الله يكون يوم نعمة وفرح للأبرشية كلها بميلاد هذا الخادم الجديد للإنجيل، وبميلاد أيضا دعوات جديدة في هذه الأبرشية على مثال المسيح الخادم. ألف مبروك للشماس وجدي، ألف مبروك لأبرشية القدس، وعقبال جميع الشمامسة في هذا المعهد الإكليريكي. صلوا عيسى المسيح، صلوا عيسى المسيح، طور ما بدينا نكون، طور ما بدينا نكون، كفل عليه، سمع الكفل عليه، لا شمس وجه الغالي، لا شمس وجه الغالي. واليوم احتفلنا برسمة رسامة الشماس وجدي طوال، وهذا يوم مملوء بالفرح إلنا، لأنه زي ما الكل بيعرف هالأيامات الدعوات قليلة، وأظن إنه مرات كتير بتكون قليلة، لأنه الرعاية مرات ما فيش هناك مجهود كبير إنه يشجعوا الشباب إنه يفكروا بدخول الكهنة أو الشابات تدخل بالرهبنة. فالرسامة هاي اليوم بتذكرنا بإنه هالأشياء هاي ضرورية، وأهم من هيك كمان الصلاة لكثرة الدعوات بالعالم. فإن شاء الله المناسبة هاي بيكون تشجيع إلنا كلكم، إلنا ككهنة وكإكليريكية والسمينير، وبعدين للشعب نفسه، للعائلات يآمنوا إنه وجود خوري بينهم أو راهبة ابن لهم هو نعمة كبيرة جدا، مش بس إلهم بس لكل الرعية وللعالم بأجمع، وهي خدمة للرب وهي دعوة مباركة. احنا اليوم عم نحتفل برسامة اخ لنا شماس وجدي طوال من مادبة، انا كمان من مادبة، فاحنا كثير مبسوطين في برسامته. يعني زي ما انتم شايفين الشجرة وراي والمغارة وراي، يعني عم نحتفل بأعياد الميلاد، عم نحتفل بزمن المجيء وبنتهيأ لإله، وما في احلى من انه اليوم نحتفل برسامة وجدي طوال شماس انجيلي. فهنيئا للشماس وجدي لهذه الدعوة من المسيح الذي استقرت في اعماقه. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.